تكييف شركة الفاو الهندسية العامة إحدى تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان بإعادة تأهيل جسر تكريت الرئيسي. إحنا بدينا بالعمل بتاريخ 1/9/2019 بإعادة تأهيل الجسر التحويل المؤقتة بتكريت العلم. الجسر الحديدي يتألف من 180 متر بطول 180 متر وعرض 8 أمتار. إحنا الآن بمراحل متقدمة من العمل، أنجزنا دق الركائز بحدود 75%. إن شاء الله خلال أسبوعين إحنا نكمل دق الركائز اللي هي تعتبر الفقرة الرئيسية بالمشروع في وسط النهر رغم ارتفاع مناسيب المياه. نتأمل إن شاء الله يعني خلال شهر ونص إحنا نكمل المشروع ويفتتح الجسر ونعاود الشغل بالجسر الرئيسي. الجسر الرئيسي إحنا مباشرين بأعمال التصاميم وتهيئة الورش الفنية الخاصة بتصنيع الروافد الحديدية، والحمد لله إن شاء الله المقاطع الحديدية كلها يعني مجهزيها، إحنا ما عندنا مشكلة بتنفيذ التحويل المؤقتة. بالنسبة للسدة الترابية تكون من طول 850 متر، وصلنا هسه تقريبا مرحله نسبه انجاز 70%. بيها ست قناطر، كل جهه بيها ثلاث قناطر تصريف مياه وقت الفيضان. فهسه نسبه الانجاز قلنا 70%، بقانا 30% ان شاء الله تكمل نسبه الانجاز. سته الترابيه من هذه الجهه عندنا اعمال ترابيه 350 متر، من جهه العلم عندنا تقريبا 500 متر.